عبد الله بن مبارك رأى أحد أصحابه جالسا يفكر، قال أين وصلت؟ وهذه كلمة معروفة عندنا، يعني عندما ترى أحد أصحابك أو رفقائك ممتد بالتفكير تسأل وين وصلت، فتجد بعضهم وصل إلى بلده أو بعضهم وصل إلى المتجر الفلاني يفكر في شراء حاجة منه، أو يقول يتفاوت الناس في هذا الباب. قال إلين أين وصلت؟ قال وصلت الصراط. قال وصلت الصراط. إذن أناس أفكارهم عالية وهمومهم كبيرة ويفكر بالصراط والبعث والجنة والنار والحساب والعقوب بين يدي الله تبارك وتعالى، ومن الناس من يفكر تفكير عميق جدا ومطول ويأخذ وقت طويل منه في التفكير، وهو يفكر كيف يعصي الله، يفكر في معصية معينة كيف يخطط لها وكيف يرتب لها، يفكر بعمق وينهمك في التفكير في معصية لله سبحانه وتعالى، وآخر ينهمك في التفكير في القيامة وأهوال اليوم الآخر والحساب والجنة. إذن هذه الأفكار هي التي يترتب عليها ما يترتب، ولهذا قال الحسن إن التفكير أبو كل بر وأمه، إذا كان تفكيرا في الحق والهدى